واحد بتاع شاورما شغال قاعد يقطع في الشاورما كده، جات بنت من طلبه الجامعه دي خدت اصبعها في يدها في اضانها وماشيه. ايوه يا ماما انا طلعت من الكليه حاجه يعني حغش عليك افتري اكل سندوتش وحاجه. قام بتاع الشاورما سالها قالت شنو يا بنت؟ قلت له لا يا عمو انت ما مستغرب، دي القرن ال21 تاخد اصبعك في اضانك تنضم مع الزول الدايره. قال والله بنت حيرتينا، جات تهز كده تهز حبه كده. قلت له شنو يا عمو؟ قال لها مسكول من لندن.